لازم أعيش زي كل الناس، ما ينفعش أقفل عليا مطرحي وأستنى لما ربنا يفرج عليا بالحل. الحل إني أعيش ولا إيه؟ أنت متغير قوي. أنا اتغيرت كتير، الشغل غيرني كتير وصفة الكبير فيا غيرتني كتير، وأنا لقيت الحل لنفسي عشان أعرف أدخل في وسط الناس وأعيش بيناتهم. لقيت الحل إني أنسى. تنسى إيه؟ أنسى اللي أنا مش فاكره. أخرج أقابل الناس، أتعامل معاهم وأنا متأكد إن مفيهاش حاجة. الكبير اللي عمله معايا إداني ثقة في نفسي. أنا ما قدرتش أنام ولا أنعس غير لما أشوفك. لازم أبعد، لازم أقتل الإحساس ده جوايا، حتى لو كنت متأكد أنه إحساس نظيف وطاهر. مش لازم يبقى له أثر علشانه هو. مش عارفة ليه حاسة أنه في خطر. كيف أبعد عنه وأنا خايفة عليه؟ كيف؟ اللي بتفكر فيه ده لازم تنساه. متحلمش حلم مش هيتحقق. احسن حل انك تنعس ولا غصب عنك. هو شفيك صاحي؟ بالسهل عسان. وانت ما نعستش ليه؟ مش عارف، بس الليلة اللي فاتت كانت صعبة. الكبير خلاني اللي عمله معايا أحس بالأمل. عرفت كده هو خايف علي وعايز يرجعني لنفسي من الدنيا من تاني. كان دكتور بيعالجني. أبويا؟ أيوه. الشغل هو اللي هيرجعني نفسي من تاني، وهيرجعني للدنيا كلها. وأنا لازم أعيش زي كل الناس. ما ينفعش أقفل عليا مطرحي وأستنى لما ربنا يفرج عليا بالحل. الحل إني أعيش ولا إيه؟ أنت متغير قوي. أنا اتغيرت كتير، الشغل غيرني كتير وصفة الكبير فيا غيرتني كتير، وأنا لقيت الحل لنفسي عشان أعرف أدخل في وسط الناس وأعيش بيناتهم. لقيت الحل إني أنسى. تنسى إيه؟ أنسى اللي أنا مش فاكره. أخرج أقابل الناس، أتعامل معاهم وأنا متأكد إن مفيهاش حاجة. الكبير اللي عمله معايا اداني ثقة في نفسي. انا ما قدرتش انام ولا انعس غير لما اشوفك. احتاج احكي لك. ايه رايك في الفكره دي؟ تيجي تقعد عندي كام يوم، ممكن اخلي صلاح يروح يبات عند اهله لو ما حباش وجوده ويانا، ونقعد ونرغنا وانت للصبح كيف ايام زمان. فاطنة سرحانة في ايه بس يا اختي؟ لا انا معاكي. لا ما انتيش معاي، بحدتك من بدري وانتي في دنيا تانية. انتي قبلتيه من بعد اخر مرة ما تحددنا فيها؟ قبلته، بس صدقيني مش بخاطري. انا لقيت روحي بتحدد معاه، ما اني بعمل كل اللي اقدر عليه عشان ابعد، وادي اليومين اهو ما شفتهوش.
لكن ايه؟ تعبانة قوي. كاني شايفة قدامي باب كبير بيتقفل لحاله وبيحجب النور اللي جاي من وراه، والدنيا بتضلم أكتر. لا يا حبيبتي، دي الدنيا بخير وهتبقى أحلى كتير، أفهمك كيف بس؟ صباح الخير على القمر المنور. صباح الخير يا بول. قوم يا فاطمة، غيري خلقاتك وجهز روحك، الدكتور فخري موجود عايز يشوفك. ها؟ يلا يلا. ما عرفاش ايه اللي بيها؟ امال قعدتك الطويله معاها دي بتتحدثوا في ايه؟ صدقني يا ابوي انا ما عرفاش ايه اللي مغيرها. بعدين معاها البت دي كل ما الحاله تتحسن ترجعني للقلق ده تاني. اطمن عليها يا ابوي. اطمن كيف؟ ما انا قلت لك اقعدي معاها واعرفي لي ايه اللي بدور في راسها، لكن ما فيش منك فايده. محدش عايز يشيل المسؤوليه، كله فوق راسي. يا ابوي اني اقفلي خشمك. على اي حال الدكتور طالع دلوقتي هيقعد معاها ويعرف بطريقته ايه اللي مغيرها. عايزك تاخد اختك فاطمه ومعاها هنيه وتفسحهم في الاقصر هبابه. افسحهم؟ فاطمه اختك محتاجه تغير جو، وانا النهارده عندي مواعيد مع صحفيين وناس من الدايره عشان الانتخابات. ايوه يا ابوي بس انت تنفذ اللي بقول لك عليه. اهو اختار 2-3 من الرجاله يطلع وراكم للحراس، ها، وتغدوا هناك، حاول تبسطها على قد ما تقدر. ها اطلع خليها تجهز وانا هوصل الدكتور في طريقي. يلا يلا يلا. انا لما طلبت منك انك تعيشي معايا لحالي كان قصدي اننا نتجوز. ايه؟ انا كاد كل كلمه بتطلع من الخشم. انا كنت حاسه انك طيب ورقيق، لكن ما كنتش عارف انك مجنون. تعالي نشرب حاجه في الكافيتيريا اللي هناك دي، ريجي نشف. لا روح انت، خليني هنا احسن. شفيق العرباوي محمود الحناوي. ياه فينك يا راجل، بقالنا زمان ما قابلناش. يا راجل يا راجل، وانت هتسأل على اصحابك القدام؟ معلش الدنيا بتلهي الواحد، لما انت جاي لوحدك. سامي هناك اهو. مالك تفكر في ايه؟ ولا حاجه. تعرف يا مصطفى المكان ده بالخصوص ليه في قلبي ذكريات كتير،